زيد عاوني نطلعوا هالبيت الفوق، ولكن غير بشوية، لم فيق الوالدة. بلاتي نعزم عليهم شوية، لا ربما تفيق. بلاش، أنا غادي نرقيها في بيتها. واش نقلب الشرنهاط والاستنصار وزلزلة العواصف للرقية، باغي تمزج بين الخير والشر. هزيتها أنا من كتافها وهو هزها من رجليها، طلعناها غير بشوية لبيتها وحطيناها في بلاصتها. عامر طلع القنديل دغيا باش نضويه، حيت البيت كان مظلم، وأنا خديت القنديل من عند عامر وضويت جهة فراشها. لكن المفاجأة والطامة الكبرى ملي شفنا داك العجب. نهج العواصف في شمس المعارف، من كتاب الدكتور حسن، ومن إنتاج حماد القرشي. الحلقة الثانية. بان لي الفراش ديالها ضاير به الورد بلون واحد اللي كان باللون البنفسجي، والاوراق ديالو كانت منثوره من فوق الغطاء. انا شفت في عامر اللي كان كيسحاب ليه واش الامر عادي، وباللي هي اللي زوقات البيت ديالها بالورد. مالك تشوف فيه الورد؟ هاد الورد منين جا؟ نسولك انت اللي ساكن هنا. راني دخلت لهاد البيت اليوم في العشية، ما كانش فيه الورد، وحتى سامية الا كانت هي اللي دارت هاد الشي كانت غادي تقول لي نعاونها، حيت كتعتمد عليا في كل شي، لكن هاد الشي ماشي ديالها. شنو كتقصد؟ هاد النوار عنده علاقة ب... شت، زيد نخرجو ندوي برا. غطيت سامية وهزيت القنديل وجريت الباب باش نسدو. طليت وراه وبانت لي واحد الكتبة كبيرة باللون البنفسجي، واللي كانت سامية ليا من هاد الليلة. أشرت العامر باش يرجع، وملي شافها خرجنا من البيت وسديتو، هبطنا للدار السفلية. كمل دابا، اش كنتي باغي تقول قبل؟ كنت بغيت نقول لك، واش كتقصد بلي الورد دار في البيت طريقة عندها علاقة بالسبب اللي تقصد به سامية؟ حاجة باينة، واش شاك في ديك الصفحات المشؤومة اللي جبتي معاك، واللي هي ضراتنا من الأساس وما استفدنا منها والو؟ باش ضراتنا؟ ياك كاع ما استعملناها، وحتى ملي بديت في التهجئة ديالها قلتي لي حبس. انت مطور، ولكن بعض المرات كتكلخ صاحبي. اش من تعويذة قريت انا؟ قلب الشرناط. ومن اللي حضر الخادم فين كانوا الصفحات؟ كانوا تحت قشابتي. والمال مانع اش كيحصن؟ الجنس البشري فقط لداخل المنطقة اللي محصنة.
اذا الصفحات غادي يكون تصرف فيهم الخاتم. كيف دار ليا؟ نفكروا بعدا باللغز ديال الكتبه اللي كان من ورا الباب، وملي صبح الحال نمشيو عند سيدي عبد السلام الخرموطي ونديو ليه الصفحات، لانه حتى واحد ما غادي يقدر يفيدنا من غيره. لا 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 لا, لا. سيدي عبد السلام، لا، انا خونت الصفحات الجدي صاحبي غير باش نجربو الطلاسم اللي فيهم ونردهم للصندوق، ماشي باش نوضرهم. ما تخافش، راني كنت عنده في العشية وتشاورت معاه وقال لي يكون الخير ولدي. هالي قلت لك ديك يكون الخير اللي قال راها مبهمة، يعني العوض على الله. انا تايق فيه، والهضرة اللي كتروج عليه راها ما صحيحاش. وفي هاد اللحظة تسمع واحد الصوت الفوق، طلعت دغيا وتبعني عامر. لقيت كل شي عادي، قلبت في الصالة وفي الكوزينة، مشيت حليت البيت ديال الوالدة، لقيتها ناعسة المسكينة. مشيت جهت الباب وبالضبط بيت سامية، وقفت كنتصنط، وعامر نعس على الأرض وكان على وجهه وبدا كيشوف من تحت الباب. شوية بدا كيدرولا وراجع اللور، أنا كنشوف فيه، شير لي باش نمشي لعنده وقال لي اسكت بالإشارة ديال اليد، وأشار لي باللي سامية ماشي بوحدها في البيت. ناض جلس وتحنيت أنا لعنده. أش بان لك بالضبط؟ بنت لي جالسة وعاطية الباب بالدار ومحيدة الفولار اللي كانت لابسها غير دابا ملي حطيناها في بلاصتها. وباش عرفتيها ماشي بوحدها؟ حيت كانت كدير واحد الاشارات بيديها، كانت كدوي مع شي واحد. حضرنا الخادم نجربو فيه التعاويد وجدو القلب الشرناط. صدق ساكن لينا في الدار، ما كناش علينا نطبقو العمليه من الاساس في دارنا. ما تخافش، دواه في واحد الجدول اي في الصفحه 39 من شمس المعارف، وكاينه مع هاد الصفحات اللي عندي. واش كتصط عليا؟ راه عارفين داك الشي كامل، ياك المشكله ديالنا في الحروف وشكون اللي غادي يجمعهم. دابا اش غادي نقول الوالده ملي غادي تفيق الصباح وتلقى بنتها في هاد الحاله؟ لا لا لا، ما تمشيش بتفكيرك بعيد. هاد الحاله سميتها في النوازل الجن تودد الليلي، يعني بالنهار غتكون طبيعيه وبالليل ملي تكون بوحدها عاد غادي. حضر راسو وسكت شوية وقال لي اوه غندير داكشي اللي قلتي لي. غدا في الصباح نمشيو لعند سيدي عبد السلام ونديو ليه الصفحات باش يعاوننا باش نفهموهم، ولكن على حسابك. هادشي هذا كله غير قبل اختك سامية اللي مسكينة ما عندها حتى شي تفادشي. وقلت ليها راني ما مساليش، قالت ليها الا ما راجعتش معها انا غادي راجع معها الجنون. تفيلات على راسها وقلت ليها إلا جيتي غادي ندمك. ساعه صدقات نيت داكشي اللي كان. دابا هاد الليله ما عندنا ما نديرو ليها، حتى الراقي الا بغينا نجيبو هاد الليله خاص شي واحد يكون متمكن، وخاصنا على الاقل شي ساعه باش نفهمو شنو واقع بالضبط. الراقي بلاش هاد الليله، خصنا في الاول نطهروا الدار من بزاف ديال التعاويذ والجداول اللي غامشتين في هاد البيت وفي الدار لتحت، الا كنا باغيين تعطي الرقيه الشرعيه نتيجه حميده. يلا زيدنا هبطوا نعسو حتى الصباح يفرش. وصلنا للدروش باش نهبطوا، عاود سمعنا الصوت ديال سامية. هاد المره تلفت باش نرجع نشوف اش واقع، لكن شدني عامر. ايمن تهدن، هتبقى غادي جاي وما عندك ما تقضي. انا ما نقدرش نخليها، انا السبب اللي وقع ليها. فين حطيتي الجدول اللي خديتي منه قلب الشرناط؟ رديته في واحد المخده تماك كنت مخبي فيها في الدار السفليه. جبت الجدول يلا. وجبته من المخده. ها هو قدامك، شنو بغيت دير به؟ كاين هنا غير 9 ديال المثلثات و11 من الطلاسم ناقص عندك. 7 ديال الطلاسم خاصة بالمال مانع و4 ديال الاستحضار.
وفين هي ثلاثة ديال الإبطال؟ شتي شحال خايبة يتخشى بنادم في المسائل اللي خطر بلا ما يتحصن وما يكونش عنده سلاح الإبطال. وتعويذة الاستنصار لاش تليق؟ تليق، ولكن العملية اللي خدمناها ليها واللي هي طرد الخادم من محيط المنطقة المحصنة فقط، يعني جريتي عليه بتعويدة الجملة من الصالة فقط، وبقى حر خارج الصالة حتى وصل البيت سامية. حضرت راسي ومشيت وتكيت في المراح وعلى الطص نيشان. وشنو المعمول دابا؟ المعمول حاليا هو الاستعانة بنهج العواصف اللي يشمل جميع طاردي الجن من نوع الخادم والمارد وحارس الكنوز في كتاب شمس المعارف. ولكن بعد ما نشوف رأي سيدي عبد السلام، واخا خايف منه يدي لنا كل شيء حب وتبن. واخا حتى الغدا ونشوفه. أراد بدك الجدول، أعطاني عامر الجدول حطيته في المخدة ورديته في بلاصتها. مشيت ودخلت للصالة باش نجمع ديك الروينة اللي خليناها ونقعدت في الناس. بديت نجمع الميكة الكبيرة اللي كان فيها الماء، وأنا نلقى طرف ديال بلية، الطرف ديال الميكة معقودة. هزيتها وحطيتها في الجنب ديالي وقديت الروينة ديال الصالة وبلاصتي وبلاصت عامر اللي كان باقي جالس في المراح. تكيت وخرجت الطرف ديال الميكة من جيبي وحليتها. استغربت من اللي لقيت فيها جزء من الصلصال مخوي عليه السمخ. منين جا هذا؟ ما كانش من اللي كنت كنوجد في الصالة ومن اللي فرشت الميكا. نط ومشيت للمراح باش نسول عامر، لكن لقيته ناس. رديت الميكا في الجيب ومشيت وفيقته باش يجي ناس في الصالة. ناضو كان مقلوب وتلاح بلا ما ينطق. تلاحيت حتى انا وناست بعد ما رجعت قال احداث اللي وقعوا معايا في هاد الليلة. فاق عامر في الصباح وفيقني باش يقول لي راه غادي يخرج. انا غادي نمشي للدار. صافي خير سير وجر معاك الباب. مشى وسمعت الباب كيتسد، وعاودت غطيت وجهي حيت الضو كان داخل من الشرجم. وتفكرت انني نسيت ما سولتش عامر على داك الصلصال والسمخ. وشوية تفكرت سامية وأنا ننقز من بلاصتي وطلعت للفوق دغية وحفيان. مشيت نيشا لبيتها، هنا نتلاقى مع الوالدة في المراح. كيسرى لك وليدي اللي مفايق بكي؟ ياك زعما كاع ما كنتش تبغي تفيق في هاد الوقت من كنت كتقرا، ودابا في العطلة وليت تنوض بكري. بست ليها راسها. واه الوالدة، غير عامر اللي فيقني ملي كان باغي يخرج ويمشي لدارهم. وقلت انا نطلع عليكم وشفقتو انت يا وساميه. ايوا سير تنعس حتى يوجد لك الفطور. وفي هذه اللحظه كان سمع الغناء في الكوزينه. مشيت ودخلت ليها. العجب، لقيت ساميه كتغسل الماء عندي العشاء وكانت ناشطه وكتغني. انا هنا دخلني الشك، هيك ما تصطات. حسات بيا وهي تلفت لعندي، بانت ليا زيانت بحال الا دارت السواك والكحل. هادي مالها تكون ما وقع ليها والو بالليل. انا خرجت من الكوزينه وكنت مستغرب ومشيت ديركت عند الوالده وبحال اللي ما في راسي والو. الوالده ساميه مالها؟ زعما مالها؟ راها بنتي ولات حادكة، فقت ولقيتها في الكوزينة وقالت لك باغا توجد الفطور. ولكن الوالدة عمرها ما دارتها، ياك موالفة كتنعس حتى كتفيقيها انتي. ايوا بعد في الصباح ما خلاتني ندير حتى حاجة. مشيت وتكيت في الصالة ودادني عيني وغمضت حتى فيقاتني سامية. ايمان فقت وشفت فيها سامية. نوض فطر ياك؟ لاباس بخير الحمد لله، اليوم فقت ناشطة.
مزيان، وشنو السبب؟ حلمت بواحد الحلمة جمع كاع السعادة. وباش حلمتي؟ ما نقولكش المسموم. خرجت من الصالة ونط أنا ومشيت للحمام وغسلت وجهي ومشيت للمراح نفطر. كليت شوية وخرجت ومشيت عند عامر للدار. دقيت وطلعت عليا الوالدة ديالو وقالت لي ياك لاباس وليدي، فين هو عامر؟ هادي مالها؟ غريبة، تقريبا هادي شي ساعة ونص من اللي خرج من عندنا. واش باقي ما جاش؟ على هو بحال الناس باش يجي ديريكت للدار. يقدر يكون غير مشى عند شي واحد من صحابه، راه دابا غادي يجي، حيت ديجا كنا اتفقنا اننا نتلاقاو هنا. دخلت الحاجة وبقيت انا كنستنى شوية. فعلا ها هو جا. انت فين مشيت؟ وفين مشيت صاحبي؟ شوف شحال هادي من خرجت من عندي ومازال ما وصلت لداركم. عندك تكون دقيتي على الوالدة. انا غير دقيت وطلعت عليا الوالدة، سولاتني عليك، ولكن انا قلت لها بلي غادي تكون مشيت عند شي واحد من الدراري، ونحنا ديجا اتفقنا بلي غادي نتلاقاو هنا. تسناني انا جاي. ايه عندك تنسى الصفحات. استنيتو شوية وهو يهبط وجاب معه واحد الشاشية ما نعرف اش داير فيها. جبت معك دوك الصفحات المشؤومة؟ اهو ما في بلاستو. وجبت معايا لوحة صغيرة والدواية. علاش غادي تعاود تحفظ القرآن من الاول؟ دابا غي زيد وغادي تفهم. مشينا لعند سيدي عبد السلام الخرموطي للدار ودقينا عليه. حلات علينا حفيدة بنته، كانت غاية في الجمال وباينة اكبر مني بعامين تقريبا. السلام عليكم، كاين سيدي عبد السلام؟ كاين، شكون نقول ليه؟ قولي ليه ايمن ولد العطار اللي كان دوا معك البارع على الصفحات من شمس المعارف. دخلات وردات الباب. قرب عامر لعندي. هاك يلا شد، ولكن راهم امانه في رقبتك. راه قلنا لك ما تخافش. هنا في هاد اللحظات خرجت فاتحه وقالت لينا دخلوا عنده. دخلنا للدار اللي كانت من الداخل اشبه بالدرب. الباب كيوجهك للمراح ديراكت واللي كان متفرع منه ربعه ديال البيوت، والوسط ديالهم باب كيوجهك للجردة اللي داير فيها البيبان ديال البيوت الاخرين والخزين والكوزينه. وفي الجهه الاخرى كاين باب قصير ديال العود وهي اللي وجهتنا ليه باش ندخلوا منه. داك الباب دفعوه ودخلوا منه، غتلقاو دريجات هبطوا منهم ودوروا على اليسار، غادي تلقاو باب اخر قصير، دقوا وتسناو حتى يقول لكم دخلوا، عاد دفعوا الباب ودخلوا عنده. ملي سمعت هاد الارشادات كامله تزعزعت، وشفت في عامر اللي قريت على وجهه حتى هو العلامات ديال التعجب. اختي زيدي معنا حتى توصلينا لعنده ومن بعد رجعي. المهمه ديالي غالبا كتسالي هنا. جد ماما منع العائله كامله انهم يزيدوا خطوه واحده من بعد هذا الباب القصير، واحد فقط اللي عطالو الاذن باش يقدر يدخل عنده هو ولده سيدي عبد السميع، اي هو عم ماما الوريث الوحيد للسر ديالو. ايمن وقيلا خصنا نمشي بحالنا حتى المره اخرى ونرجعو عنده، ومن الاحسن ندوزو عنده لحتى القصبه اللي كيجلس فيها. جينا وحتى دخلنا للدار وكتقول لينا نمشيو. سيدو دخل. مشينا ودفعنا الباب الاول اللي كان قصير وهبطنا مع الدروج ودرنا اليسر. كان داخل مظلم حيت ما كانش منين يدخل الضو ديال النهار الا شويه، كيدخل من واحد تقيبه في القنت بين الحيط والسقف. مشينا جهه الباب الثاني وشويه بان لي عامر قفز من بلاصتو. خلعاتو شي حاجه. عامر مالك؟ ايمن بانوا لي عينين، عينك كيشوفوا لجهتنا. بديت كندور في عيني
ما بان ليا والو. شوف صاحبي مالك في الجهه اليمنى حدا الباب. بقينا غاديين بشويه حتى قربنا. عنده الحق داك العجب اللي بان لينا، وبان لينا مصدر دوك العينين. وقف عامر وقال لي بهمس: ايمن يلا سير يلا زعم. مالك انت باغي تجرب بيها ولا شنو؟ وفي هاد اللحظة تسمع واحد الصوت من ورا الباب بحال القرقبة. انا نتلفت عند عامر ولقيته كيرجع بالخلف شوية. تنكريت وانا نضربها بجرية وسبقته، لكن في الدورة اللي كانت كدير الدروج تعكلت، وبحالي لعكلتني رجل ديال شي واحد. هزيت راسي وهو انا نلقى سيدي عبد السلام واقف وهاس العكاس ديالو. كي دار ليها هذا؟ يا قالت لينا الحفيده ديال بنتو كاين في المقر ديالو، كيفاش حتى وصل لهنا؟ جا عامر اللي بان عليه باللي مستغرب اكثر مني. بشويه عليك ولدي، اشنو قلتي لي سميتك؟ ايمن. ايمن اسيدي عبد السلام، سميتي بوحده اللي كتنسى لك. هذا بلا شك صاحبك اللي كنتي دويتي لي عليه ياك. سميتو عامر. وعامر كيغمزني بحال الا كيقصد اننا نمشيو في حالنا، وانا كنشير ليه باللي غير يتهدن. زيدو وليداتي تفضلوا. درنا على اليسر وتقابلنا مع الباب اللي كان مفتوح وخارج منه شوية ديال الضوء. تلفت العامر ونعت لي بعينيه المصدر دوك العينين اللي كانوا بانوا لينا في الظلام، وابتسمت ليه. هو كان منرفز حيت كان مصدر دوك العينين كان راس ديال الثعلب معلق بجنب الباب اللي عينيه كيعطوا بريق في الظلام. دخل عبد السلام للمقر وتبعناه. كان بيت واسع وكان فيه شرجم واحد صغير اللي كان كيدخل فيه الضوء والهواء، وكانت وسطه عند الحيط حصيره مفرشه وفوق منها ثلاثه ديال الهيطورات كنظن باللي غادي تكون الاولى اللي كان كيجلس عليها ديال الثعلب، واللي طبعا غيكون داك الراس اللي جنب الباب هو ديالها، والثانيه ديال الديب كحل على اليمين، والثالثه ديال الغزاله على اليسار. هذه مساله غريبه وغيكون عندها اكيد سر. وقدام الجلسه على بعد متران تقريبا كانت مفرشه زربيه ديال الصوف متوسطه. عبد السلام جلس في بلاصتو على الهضوره ديال الثعلب واشار لينا باش نجلسو حتى حنا. عامر كان على اليمين ومشى يجلس على الهضوره ديال الديب وهو يمنعو فجاه. لا ولدي، هذاك المكان ديال مواليه، جلسوا بزوجكم على ديك الزربيه ديال الصوف، تفرشات تما على قبلكم. مشينا وجلسنا وتقابلنا معاه وهز واحد الطرف ديال الجلد ما عرفتش ديال اش من حيوان بالضبط، وخدا دوايا والقلم وبدا كيكتب. في هاد الاثناء كنا انا وعامر كندورو بعينينا في هاد البيت العجيب. بان ليا الماريو مدكك وفي الوسط ديالو كتوبة مغبرين وباين عليهم ديال عهد النمرود، وطرفة ديال الجلودة اللي كان كيستعملهم في الكتابة، والحيوط بتلاتة كانوا مزوقين بشي زخرفات غير مفهومة وكانوا معلقين فيها بعض الحيوانات المحنطة، وأغلبها سناجب وقنافد، سلاحف وسحليات، الحرباء والثعالب، راس واحد ديال الذيب وراس واحد ديال الغزال، وكان واحد ديال الضبع. الا الحيط اللي متكي عليه سيدي عبد السلام ما فيه والو من غير لوحه كبيره مرسومه باللون الاسود والرمادي والاحمر. انا عييت ما نبقشش فيها ولكن ما قدرتش نفهم اش كتعني. سال سيدي عبد السلام الكتبه وحط القلم وهز هذاك الجلد وناضو لبس البلغه ديالو المشرشمه. استناوني يا وليداتي حتى نجي. خرج وجر معاه الباب بالجهد باش يتسد حتى قفزنا من بلاصتنا. عامر شوف هادشي، باني الظهر ديالو مقوس
وما زال عنده هاد الجهد كامل. أنا بعد هادي والتوبة خاصني غير نخرج، عمرني ما نعود نجي عنده. اللي محيرني أنا هو من اللي هربت وتأكلت لقيته قدامي، كيف دار ليها؟ هي قالت لنا الحفيدة دي البنت راه كاين في المقر، وحتى الباب كان مسدود، ومن اللي رجعنا لقيناه محلول. من اللي شفتك غادي كتجري طرت لجهتك باش نتبعك، ولكن وقفت في بلاصتي شفت شي حاجة بحال شعاع أزرق بس من حدا وجهي. شعاع أزرق؟ وفي هاد اللحظة سمعت الباب كيتحل وسكتنا. دخل سيدي عبد السلام وهز معاه قلة صغيرة، وفوق من راسه واقف واحد الغراب. كانت هذه نهاية الجزء، كنتمنى تخليونا التعاليق ديالكم والتوقعات ديالكم في الجزء الثاني، ونتلاقاو الغد مع 11 ديال الليل كيف العادة. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضيفوني على الانستغرام اللي غادي نبقى ندير لكم لايفات مورا الحلقة، او نحط لكم الصورة ديال الحلقة وتعطونا الاراء ديالكم تما. فهادشي اللي كاين، ونتلاقاو غدا ان شاء الله.